بعيدا عن سوق المواشي، احتفت الزاوية الجزولية بولهاصة في ولاية عين تيموشنت بوعدتها التي تقام سنويا بالزاوية في جو روحاني أطفت عليه طقوس الحضرة والعساوة، أجواء مميزة نكتشفها مع أمينة بن دحمان وكمال بوعز عبيد. في جو روحاني تحيي زاوية سيد الجزولي بولهاصة في عين تيموشنت وعدة سيد الجزولي، وهذا وسط طقوس العساوة أو الحضرة. يقصدها الجزائريون من جميع أنحاء الوطن. ما عجبتني هذا أول مرة ولا لا عجبتني؟ بارك الله بارك الله، هذه خطرتي الأولى. في كلش طلبه، في كلش القران يا ياسر الحمد لله يا ربي. الطريقه العيساويه هذه زعما طريقه عن بكري، عم نكون صغار ونتبع هاد الناس، السما كبرت فيها هنا، وطريقه شريفه زعما تعدل ما بين الناس، علاش يجيو من كل بلاد 48 ولا تقريبا يجيو لها. الوعده لا تقتصر على طقوس الحضر فحسب، فهي فرصه للصلح بين المتخاصمين وذكر الله وتسويه الخلافات في المنطقه، كما تحمل في طياتها جود أهل المنطقة من خلال الصدقات التي تنظم للزوار. الزاوية الجزولية تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتصالح ما بين الناس وتعدل ما بين الناس وتفعل الخير ما بين الناس. أمر والله رجل. القلوب تصفى يتصافوا بيناتهم، إن شاء الله إن شاء الله يطرح البركة، إن شاء الله يطرح البركة والخير. الاحتفال بوعدة سيد الجزولي حفاظ على الثقافة الجزائرية ومثال لجود أهل منطقة والهاصة.